السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس الجملة الاسمية. والجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. والجملة الاسمية كما نعلم هي التي تبدأ باسم، والجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين هما مبتدأ وخبر، والخبر يكمل معنى الجملة الاسمية. تعال نتعرف على تدريبات للدرس. ضع في المكان الخالي مبتدأ من بين الكلمات. نقط: بلد السلام، هل النيل أم مصر أم يبدأ؟ يبقى مصر بلد السلام. نقط: حق من الحقوق، يبقى العمل حق من الحقوق. نقط: عيون ساهرة، الشرطة عيون ساهر. أكمل الجمل التالية بخبر مناسب: مصر السائحون آثارنا. يبقى نقول إيه؟ مصر الحضارة، نعم. السائحون أجانب، نعم. آثارنا خالدة. سؤال يجيب عنه الطالب: رتب لتكون جملة اسمية. الماء الحياة سر. وبكده نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.